اليوم راح ندرس احنا هنا حطينا تعلمنا ثيورم اني بخلالها بدرس اي بروبرتي انا مهتم فيها جوا الكنترول فوليوم. طيب انا راح ادرس ايش؟ المومنتم. في اشي عندي اسمه مومنتم اللي هم بيحكي عنه الزخم. طيب ليش انا راح ادرس المومنتم؟ لانه انا مهتم بتحديد مقدار الفورسز الموجودة عندي في السيستم تبعي. انا عندي سيستم قلنا في الستاتيك فلويد بس عندنا نورمال فورس تعطي ايش؟ تتحول لبرشر، فعنا نورمال برشر بس وبتغير بالاتجاه العمودي. طيب لكن انا عندي فلو، فما دام في فلو هي عندي مثلا بايب جواته فلو، الفلو يعني ايش؟ يعني موشن، يعني في له فيلوسيتي، الفي موجوده. قلنا احنا الشير مرتبط شير ستريس. انا كان عندي مثلا هون اخذت اليمنت من الفلويد اللي عندي وبدي ادرس ايش الفورسز اللي عليها. ما دام عندي فلو في عندي شير، فراح يكون في عندي تانجنشال فورس بحكي عنها ايش؟ شير فورس، بتأدي لي لايش؟ اسمه تاو شير ستريس. هاي ما كانت موجوده عندي بالستاتيك، راح تكون موجوده عندي هون. والعمودي هو من اول موجود، العمودي من اول موجود درسته انا بالستاتيك فلويد، واللي هي فورس موجوده بتأدي للسيجما اللي هي نورمال ستريس، اللي هو عباره عن مثلا حكينا عنه البرشر. تمام. طيب انا قلت بدي ادرس الفورسز. الفورسز موجوده مع بجيبها بستخدم المومنتم كيويشن عشان ادرسها باستخدام الرينولد ترانسبورت ثيورم. احنا قلنا رينولد ترانسبورت ثيورم ايش بتقولنا؟ نرجع لاول سلايد. الرينولد ترانسبورت ثيورم بتقول لي ايش؟ التايم ريت اوف اني ان بروبرتي للسيستم. فاذا انا اول ترم عندي دي ان على دي تي. انا لما بدي ادرس الفورسز لازم احول الفورسز او السميشن للفورسز لايش؟ لزي هذا المقدار. كيف انا بدي احول الفورس لمشتقة اشي؟ انا بعرف انه سميشن للفورسز هو نفسه ايش؟ التايم ريت للمومنتم تشينجينج، يعني هو نفسه التايم ريت اوف تشينج اوف ذا مومنتم. يعني سميشن للفورس از ايكوال مشتقة المومنتم مع الزمن. فاذا انا بدل لما احط القانون تبعي احط القانون اف، والاف ما بقدر اكتبها عن طريق المشتقه الا اني استخدم شيء ثاني هو نفسه السميشن للفورسز. الايش هو؟ قلنا التايم ريت اوف تشينج اوف ذا مومنتم. طيب المومنتم هي بي، المومنتم هي ايش؟ بي. المومنتم هيها هون المومنتم، خلينا نقول عنها هي بنرمز لها بحرف البي. تمام. طيب وايش هي تساوي؟ تساوي الماس في الفيلوسيتي. انا عشان اخلي التيرم دي انا على دي تي هو نفسه دي البي على دي تي، بس ايش بدي اسوي؟ بدي احط مكان الان البي، فاذا مكان الان بدي احط ايش؟ بي. طيب هسه الايتا، قلنا الايتا ايش تساوي؟ الايتا الايتا تساوي الان على ام، مش هيك حكينا الايتا؟ طيب الان انا ايش حطيت مكانها هسه؟ حطيت مكان الان بي، راح تصير البي على ايش؟ على الام الماس. البي على ام ايش تساوي؟ مين يحكي لي؟ طيب انا بعرف ان المومنتم هي نفسها تساوي الماس في الفيلوسيتي. الماس في الفيلوسيتي. فاذا مكان المومنتم بحط الماس في الفيلوسيتي على ام، بتروح الام مع الام وبتصير الان هي عباره عن ايش؟ الفي فيكتور، الفيلوسيتي فيكتور. فاذا مكان كل ايتا، هاي الايتا بدي اشطبها واحط مكانها في فيكتور متجه السرعة، وهون تحط مكانها V فيكتور. تمام. ف
فإذا رينولدز ترانسبورت ثيورم لما أطبقها على المومنتم كونزرفيشن راح أحصل على الإكويشن اللي حطيتها جوا الجرين بوكس أس شون، تغير المومنتم مع الزمن التايم ريت أوف تشينج أوف مومنتم is equal to إيش التايم ريت تشينج أوف ذا مومنتم within the control volume زائد إيش النت فلكسز ثرو اوت ذا كنترول سيرفيسز. تمام، يعني بكل بساطه انا سويت 3 ستيبس. حدا بيقدر يقول لي اياهم عشان احصل الفاينل ايكويشن او المومنتم كونزرفيشن؟ 3 ستيبس بس سويت، مين يقدر يقول لي اياهم؟ اتوقع مهندس انت بالبدايه فرضت ان فرضنا بتسوي الماس في الفيلوسيتي وبعديها عوضت القانون اللي كان قبل اللي بيعمل لي توازن بين الماس إن والماس أوت، بعديها عوضنا بالمعادلة الكلية. تمام صحيح حمزة، بس بدي أحكيها بشكل شوي أوضح. أول حاجة رحت جبت الرينولد ترانسبورت ثيورم كتبتها عندي أول ستيب، رحت جبت الرينولد ترانسبورت ثيورم. بعدين أنا قلت سألت حالي إيش بدي أدرس؟ بدي أدرس تغير الفورسيز. تغير الفورسيز هي نفسها عبارة عن ديل بي عديد تي، فإذا أنا بدي أشتغل أجيب الريت تشينج تبع المومنتم اللي هي بي. فإذا الخطوة الثالثة إيش سويت؟ حطيت مكان الان في قانون رينولد ترانسبورت ثيرم، مكان الان حطيت بي اللي هي المومنتم، ومكان الايتا حطيت البي على الام. إيش اللي هي البي على الام؟ هي تساوي الفيلوسيتي. إذا رح تحطي مكان الايتا الفيلوسيتي. فهم الثلاث ستيبس. أول حاجة روح جبت الرينولد ترانسبورت ثيورم حطيتها زي ما هي. ثاني إشي عرفت إنه الآن بدي أحط مكانها بي، وثالث إشي مكان الايتا بدي أحط الفيلوسيتي فيكتور، وحصلت إيش الفاينل إكيواشن. كيف أساس نحط بي مكان الآن؟ كيف إيش هو السؤال بالضبط؟ يعني على أي أساس منحط إشي مكان إشي؟ طب ما احنا على نغير بالمعادله، بدنا نغير على الاقل من الجهتين. تمام، يعني انت سؤالك على اساس اخترنا البي؟ سؤال موقعه لازم اصلا لازم تسالوه. في السلايد اللي حكيته قبل لما اخش على الاشتقاق انا قلت انا مهتم بدراسه الفورسز السميشن للفورسز اللي بتاثر على الكنترول فوليوم تبعي. انا بعرف انه السميشن للفورسز عبارة عن إيش؟ دي البي عديد تي، فعشان هيك اخترت البي. يعني أنا مهتم بدراسة الفورسز والقانون بطلب مني أول تيرم لازم يكون إشي على مشتقة إشي على دي تي لازم يكون. فأنا كيف بدي أحول الفورس لإشي دي تي دي 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 something على دي تي؟ أنا بعرف إنه summation للفورسز وإيش يساوي دي المومنتم على دي تي، فعشان هيك اخترت البي. وبعد ما اخترت البي قلت أنا عندي البي تساوي كذا، قديش الايتا؟ الايتا تساوي الان على الام وهي عبارة عن الفيلوسيتي. فروحت عوضت البي مكان الان والايتا حطيت مكانها إيش؟ حطيت مكانها في، وهاي كلها تساوي إيش؟ summation للفورسز اللي أنا في البداية كنت أدور عليه وبدي أدرسه.